بالنسبه للبروستات غالبا ناجم عن الانفلاميشن اللي بيصير بالبروستات، بيكون تالي للوزمه اللي بتسبب، الوزمه اللي بتسبب هو تمطط في محفظه الكبسول تبع البروستات، فتتمطط وتسبب الالم. والم البروستات الحاد هو الم شديد، والم قد يسبب نتيجه الوزمه احتباس بولي، ومن مضادات استطلاب القصره البوليه او تركيب القصره البوليه. فلازم نكون نحن منتبهين لشيء اسمه الم البروستات، لانه الم البروستات نادرا ما يتوضع في مكان واضح، توضعه ضعيف او سيء التوضع، غالبا يسبب الم اسفل البطن، الم عجاني، الم حول الشرج، الم في الحوض او اسفل الحضني العجزي، وممكن يسبب الم بالمنطقه المغبنيه بالطرفين. فتوضع سيء، فلذلك لازم يكون في الاعتبار عند الذكور بأعمار الأربعينات غالبا ممكن يكون في عنده التهاب بروستات يترافق مع حالة عامة سيئة، مع حرارة، مع أعراض تخريشية، مع ألم غامض. فإذا كان عندنا شك في التهاب بروستات فلازم يكون العلاج تبعنا فعال، وما نحول المريض من التهاب بروستات حاد لسبتسيميا وسبتك شوك. ألم القضيبي أو ألم وألم الصفن أو الخصية. الألم القضيبي في بنفرق بين الألم القضيبي حينما يكون في مرحلة الارتخاء، فغالبا يشير لوجود ألم أو آفة في المثانة أو في الإحليل، وتمتد إلى قمة أو صماخ الإحليل. وممكن ايضا لما يكون في ارتخاء لازم نميز اذا كان في موجود الفيوموزز او البارافيوموزز. طبعا الفيوموزز والبارافيوموزز هن امراض جلديه متعلقه بوجود القلفه عند المرضى غير المختونين. فالفيوموزز هو تضيق القلف الامامي، والبارافيوموزز هي تضيق القلف الخلفي اللي بيسبب نقص ترويه ووزمه بالحشفه. الألم أثناء الانتصاب القضيب ممكن يكون ناجم عن داء بيروني اللي هو تصلب لويحي في الأغلفة المغلفة للأجسام الكهفية، يسبب ألم أثناء الانتصاب مع اعوجاج في جسم القضيب. أو حالة البريابيزم. البريابيزم هي النعوز المؤلم، وله نوعين، نوع الإخفاري هو اللي بيكون مؤلم والنوع الآخر غير مؤلم. وتدبير طبعا البريابيزم او النعوز المؤلم، تدبير اسعافي يتطلب تداخل سريع قبل ما يصير تموت وتليف في الاجسام الكهفيه. الالم الصفن طبعا يعني هون نحكي الم صفن راح يجي بعدين لاحقا، لكن كمان هذا احد الاسئله اللي للاسف ما زالوا الطلاب بيخربطوا فيه في امتحان التخرج ولا امتحان نظري لحد الآن. في يعني للأسف طلاب يعني ما بعرف يعني لا بيحضروا ولا بيدرسوا، فحتى ألم الصفن ما بيعرف يميز ألم الصفن هل هو حاد أو إسعافي أو غير إسعافي. طبعا الألم ممكن يكون أولي ناجم عن الصفن، ناجم يعني عن الصفن نفسه من منشأ صفني، أو ناجم عن ألم رجيع جاي من خارج الصفن لكن يسبب ألم في الصفن. والألم الرجيع referred بين معروف أنه غالباً الأشياء اللي ممكن تكون ألم كلوي ويسبب ألم صفن، أو آفات خلف البرتوان، أو حتى الفتق المغبني ممكن يسبب ألم صفني. فكتير لازم ننتبه للألم الرجيع قبل ما نعرف أنه كمان الأسباب المبدئية أو البدئية لحدوث الألم الصفن. طبعاً من الأسباب المؤلمة اللي مسبب الألم الشديد في الصفن، رقم واحد احفظوها، رقم واحد تحفظوا شيء اسمه torsion of the testis أو spermatic cord torsion، انفتال الخصية. هو حالة إسعافية بتتطلب تشخيص الباكر والعلاج الباكر حتى ننقذ الخصية من التموت
وللاسف ما زال لحد الان نرى يعني شبه يعني اسبوعيا عندنا حاله او تنتين لاستئصال خصي بسبب تاخر في التشخيص او علاج خاطئ. طبعا هذا حاله اسعافيه وطلب تداخل اسعافي. الالم الصفني الاخر هو التهاب الخصي للبرمخ الحاد، كمان بيتطلب معالجه فعاله والا ممكن تتحول لخراج وتموت في الخصيه نتيجه تحول لخراج. طبعا الالام الحاده ايضا هي ردود الخصيه، اي رد على الخصيه ممكن يسبب الم حاد وارتكاس من خيله دمويه يعني تدمي في الصفان، ورم دموي هيماتوما داخل الصفان، او حتى ارتكاس سائلي التهابي كقيله ارتكاسيه لعرض الصفان. طبعا من الاسباب الاخرى لالام الصفن الحاد اللي تطلب تداخل كمان سريع وجود فتق مختنق داخل الصفن، وجود فتق مغبني مختنق غير مباشر تتطلب كمان تداخل فعال. فلو كان منشأ غير بولي الفتق، اذا يعني تدلل الفتق و أصبح في الصفن وحدث اختناق لأي سبب، فلازم نميز أنه إذا المريض كان عنده تورم في الصفن مترافق مع أقياء مترافق مع أعراض هضمية، فقد يكون نتيجة اختناق فتق داخل الصفن. الأمراض أو الآلام المزمنة أو المزعجة هي حالة وجود قيلة مائية كبيرة الحجم ممكن تسبب إزعاج أو عدم ارتياح، وجود ورم في الخصية، أو وجود دوالي حبل منوي، كل هاي تسبب عدم ارتياح أكثر مما تسبب ألم حقيقي. الألم الحاد مثل ما ذكرنا هو إما انفتال خصية أو زائدة خصوية أو رض خصية أو التهاب الخصية والبربخ أو البربخ و حالة فتق مختنق، بينما دوالي الحبل المنوي أو الورم أو الخيلة المائية نادرا ما تسبب ألم، غالبا تسبب إزعاج. طبعا من أسباب الألام الأخرى هي آفات الجلدية. الآفات الجلدية أي دمامل أو التهاب أجربة شعرية أو خراجات في الجلد، لكن الآفة اللي قد تسبب ألم غالبا لا تسبب ألم وخطيرة جدا ولازم ننتبه لها، هي خراج أو غانغرين فورنية، هو تموت جلد الصفن والتهاب الصفاق النخري. هي حالة إسعافية تطلب قبول مريض في المشفى وتعطي وسع في الصادات وتنظير كافة الأنسجة المتموتة حول الصفن. راح يمكن تجي في محاضرة لاحقة كمان نوه إلى خراج فورنيه، فهو غالبا إذا كان عند المريض اضطراب بالحس يعني نتيجة السكري داء السكري، فممكن يشعر مجرد التهاب. فأنتوا لما بتشوفوا المنظر مرة واحدة ما بتنسوا، والرائحة لما بتشموها يعني رائحة التموت كمان ما بتنسوها. الأعراض التخريشية، الأعراض التخريشية بنبلش الأعراض البولية مثل ما حكينا أعراض اضطراب التبول. فالأعراض التخريشية بتتضمن الفريكوينسي تعدد البيلات أو تكرر البيلات. الإنسان طبيعي بيبول 5 إلى 6 مرات كل مرة في اليوم، وكل مرة بيبول بحدود 300 ملي، بمعنى إذا 5 ضرب 300 1500 يعني لتر ونص، هذا الإنسان طبيعي بيبول لتر ونص في اليوم. للأسف في بلادنا الناس لا بتشرب مي ولا بتريد يعني تروح التواليت، يعني أحد يعني الأسباب الشائعة لتشكل الحصيات نقص الوارد من السوائل. فغالبا بتسأل المريض يعني في بلادنا خاصة في فترة فصل الشتاء يمكن بيشرب كاستين أو 3 في اليوم، ممكن ما يشرب شيء، ففي نقص شديد في السوائل مسبب الأعراض كثيرة. فموضوع الفريكوينسي هو تعدد البيلات أكثر من 5 إلى 6 مرات. طبعا له أسباب كثيرة تعدد البيلات،
لكن القواعد الأساسية أو التصنيفات الأساسية اللي هي تعدد البيلات هو زيادة الصادر البولي، البوليوريا، زيادة كمية التبول، فبيزداد عدد مرات التبول. طبعا مثل ايش اللي بيعمل البوليوريا؟ مثل الداء السكري، الداء السكري او البيله التافهه ممكن تعمل بوليوريا، بمعنى راح تعمل فريكوينسي زياده عدد مرات التبول. طبعا الديتروسر انستابيليتي، عدم استقرار العضله الدافعه في المثانه، بيسبب تعدد بيلات، ممكن يكون الحجم اقل. والشيء الاخر، التصنيف الاخر، هو نقص المطاوعه في المثاني، نقص المطاوعه في المثاني اي نقص حجم البول التي تتسع له المثاني، ممكن البول الانسان في 50 او 100 ملي، فلذلك تشوف عدد مرات اكثر بكثير. من ضمن الاعراض التخريشيه كمان التبول الليلي، نكتشوريا، نكتشوريا يعني التبول، تعدد البيلات في الليل. الإنسان طبيعي ممكن يبول مرة أو مرتين ليس أكثر ليلا، طبعا قد يكون نتيجة شرب السوائل ليلا قبل النوم أو المنبهات، أو عند الدول الغربية شرب الكحول وما شابه ذلك يؤدي لتعدد البيلات الليلي. طبعا مع العمر بينقص تركيز البول ويسبب التبول الليلي. طبعا موضوع التبول الليلي قد يكون احد العلامات لقصور القلب الاحتقاني نتيجه اعاده توزع السوائل في الجسم، غالبا لانه يترافق مع وزمه محيطيه. الوزمه المحيطيه ترجع كسوائل اضافيه بعد ما يتمدد او يسلقي الانسان، فبيرجع بترجع بضخ القلب باتجاه الكليتين ويعتبر وارد جديد من السوائل، فممكن يسبب تعدد بيلات ليلي. او داء السكري يسبب ارتفاع وكمان تعدد بيلات ليلي، او مثل ما حكينا الاعمار المتقدمه اللي ممكن يسبب نقص تركيز البول نتيجه نقص افراز الهرمون المضاد للادرار. ايضا ممكن شرب السوائل مثل ما حكينا ليلا، وخاصه المترافقه مع المنبهات او الكحول. اسر التبول ديسيوريا هو التبول المؤلم او عدم الارتياح اثناء التبول ويمتد الى صماخ البول، ممكن يكون بدئي ويشير اذا كان اثر التبول بدئي من بدايه التبول في عندنا الم اثناء التبول، فهو ناجم عن افه احليليه في الاحليل. اذا كان في نهايه التبول فغالبا المنشا هو عنق المثانه او المثانه، غالبا يترافق عسر التبول يترافق مع اعراض تخريشيه اخرى من تعدد البيلات والالحاح البولي الارجنسي. طبعا اظن في الترجمه اللي عندكم مكتوبه زحير هي الحاح، الارجنسي هي الالحاح البولي، الترجمه الصحيحه ارجنسي ملح. الارجنسي هو الرغبة الشديدة المفاجئة للتبول التي لا يستطيع المريض دفعها، الرغبة العارمة في للتبول دون أن يستطيع المريض دفعها، وغالبا تكون ناجمة عن التهاب أو ناجمة عن مثانة عصبية، حالات المثانة العصبية، اضطرابات المثانة العصبية، أو حالة ستريس أو حالة انسداد. حالة ستريس يعني مثال بسيط جدا، اي واحد منكم قبل الامتحان، خاصه اذا راح يجي على قسم الجراحه البوليه في امتحان التخرج، فراح يحس حاله انه متضايق كثير ولازم يروح على التواليت وهو مو محصور، فايش هذا بيكون؟ في عنده ستريس، عم يعمل له ارجنسي، وهذا كثير منا بشوف الاطفال في المدارس قبل الدخول للامتحان في عندهم نتيجه القلق او الخوف حاله ارجنسي. بالنسبه للاعراض الانسداديه obstructive symptom، طبعا اليورينري هيستانسي هي اللي مترجمه عندكم الالحاح البولي، هي تعتبر ترجمتها خطا عندكم، هي الزحير البولي. الزحير هو التاخر في بدء التبول، يعني المريض يشعر في الرغبه للتبول لكن عنده صعوبه في بدء التبول، تمام. هي اليورينري هيستانسي
بينما الارجنسي ترجمناها هي الالحاح البولي. وصلت هاي المعلومه او التغيير في الترجمه؟ لانه زملائكم بياخذ كابي وبيست، يعني هي اذا حفظ يعني، لكن لازم انتم تفهموا معنى كل مصطلح، لانه قد يكون احد اسئله الامتحان تعريف كل مصطلح، يعني نكتبه بالانجليزي وتعرفوه باللغه العربيه. This training تشير الى استخدام عضلات البطن للتبول، بمعنى يعني نحن مريض الربو ايش بيستخدم؟ عضلات القفص الصدري، تمام، المساعده لمحاوله اخذ الاكسجين او اخذ الشهيق والزفير، يستخدم العضلات المساعده. نفس الوقت بالنسبه للمريض اللي عنده صعوبه التبول فبيعمل جهد ستريننج باستخدام عضلات جدار البطن. Decrease force and caliber of urinary stream، نقص قوة وقطر تدفق البول، أو بمعنى هو weak urination stream، هو ضعف تدفق البول، غالبا ناجم عن انسداد مخرج المثاني، انسداد مخرج المثاني أو تضيقات الحديد. كمثال انسداد مخرج المثاني هو ضخامة البروستات الحميدة benign prostatic hyperplasia، أو تضيقات الحليل، أو قد تكون حصيات الحليل. التقاطع البول intermittency and splitting. الانترميتنسي هو تقطيش البول، باللغة العربية تقطيش البول. سبليتنج هو واشياء مثال هو ضخامه البروستات. البوست فويد دريبلينج هو تقاطع في نهايه التبول بشكل لا ارادي، تدفق بعض القطرات من البول باخر بشكل لا ارادي، فهو اسمه البوست فويد دريبلينج، ويعتبر يعني من الشكايات الرئيسيه لكثير من المرضى، وخاصه في البلاد الاسلاميه والناس الملتزمين في عندهم مشكلة، وقد يصل لمرحلة الوسواس في موضوع الطهارة من أجل الوضوء، فكتير بيراجعونا، وقد تكون مجرد وسواس أكثر ما تكون عرض حقيقي يتطلب فحوصات أكثر من ذلك. العرض الأخير هو non-complete emptying. إيش معنى non-complete emptying؟ يعني المريض لا يشعر بالتفريغ الكامل للبول، ويعود للتبول مرة ثانية بعد 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة للتبول مرة ثانية. فهي الأعراض معظما اللي ذكرناها هن في أعراض 7 بنسأل عنها مريض ضخام في البروستات، مجموعة بمختصر اسمها الفن وايس. للأسف كثير من زملائكم اللي حضروا في امتحان التخرج الماضي نسألوا إيش الأعراض لضخام في البروستات، يعني فبهتك الذي كفر للأسف، يعني رغم أنه هي مذكورة في الامتحان في عفوا محاضرات ضخامة البروستات ومذكورة بشكل واضح وصريح، للأسف حتى في الامتحان النظري قليل من أجاب عليها بشكل صحيح. حالات الاضطراب التبول هو السلس البولي، طبعا كمان أحد أسئلة الامتحانات للأسف كمان قل من الطلاب أجابوا عليه، هو فقدان البول اللا إرادي. سلس البولي يعرف بفقدان البول اللا إرادي. طبعا الأصناف تبعه أو التصنيفات تبعه أو تقسيماته هو الكونتينيوس انكونتيننس، السلس البولي التام أو المستمر أو الدائم، فهو غالبا ناجم عن وجود نواسير جهاز بولي، فغالبا النواسير بتكون فيزيكو فاجينال فيستولا عادة، هذا هو الأشيع، لكن نادراً في النواسير الحالبية المهبلية كمان هذا خيار آخر، أو النواسير المثانية الرحمية. هي ثلاث أنواع النواسير: مثاني مهبلي، مثاني رحمي، حالبي مهبلي. فغالباً ناجم عن عمليات الجراحة النسائية أو إشعاع منطقة الحوض أو ردود ولادية أو توليدية نسميها.
هاي عم نحكي على الاسباب النواسير، وقد يكون اكتوبيك يوريتر كونجينيتال اكتوبيك يوريتر، يعني حاله بهاجر خلقي يفتح في الحليل خارج المعصرة أو يفتح في السبيل التناسلي الأنثوي. فإما إذا عندي نواسير أو حالب هاجر يفتح في الإحليل بعد المعصرة أو يفتح في الجهاز أو السبيل التناسلي الأنثوي. Stress incontinence هي سلس البول الجهدي. سلس البول الجهدي شائع جدا ومهم جدا معرفته، وفي رابطة عالمية حول العالم تدعى برابط سلس البول الجهدي. ليش؟ لأنه معظم النساء الولودات يحدث لديهن نوع من سلس البول الجهدي بعد فترة من الولادات. طبعا يعرف Stress incontinence هو الفقد البول المفاجئ نتيجة رفع الضغط داخل البطن، أي رفع ضغط داخل البطن كحالة السعال، العطاس، التمارين الرياضية، فممكن يسبب فقدان البول ويدعى سلس البول الجهدي. طبعا شائع جدا عند النساء الولودات كما ذكرنا أو بعد سن الظهي، وعند الرجال ممكن يحدث بعد جراحات البروستات أو أذيات المعصرة الخارجية. إذن سلس البول الجهدي يحدث عند الإناث بعد الولادات أو سن الظهي، أو عند الذكور بعد جراحات البروستات أو إصابات المعصرة الخارجية. طبعاً غالباً يحتاج إلى جراحة في حال فشل العلاجات المحافظة السلس البول الجهدي أو حتى السلس البول الدائم. يعني تخيلوا مريض بشكل دائم عنده فقد للبول، فهذا يعني حالته العامة بتكون سيئة جدا وحالته النفسية يعني كتير سيئة، فلذلك هو بفضله أي طريقة أنه تخلصه من البول. طبعا في كتير مريضات للأسف في بلادنا بسبب يعني هن محافظين يعني، فما بيراجعوا أو بيطلبوا المساعدة لهذا الأمر. وممكن طبعا في البداية يكون العلاج دوائي، لكن بوقت متأخر نضطر للعلاج الجراحي. الارجنسي انكونتيننس هو سلس البول الحاحي، هو فقد البول نتيجة رغبة ملحة للتبول أو إلحاح قوي للتبول. يعني بمعنى نحن المريض اللي سابقا، رح نرجع للسؤال الأساسي إذا سألنا إيش المريض تسأله لكل واحد منهم. The continuous incontinence المريض بيقول لك أنا ليلا نهارا بكل وقت ما عندي تسريب مستمر للبول، فهذا واضح إنه تسريب دائم. Continuous incontinence مندور يا أما عن ناسور أو على حالب هاجر. بينما stress incontinence المريضة طبيعية تماما، مجرد تستخدم أي جهد للعضلات عضلات البطن فبتعمل. فهي نسأل عن السعال، على العطاس، على التمارين، أو إذا كانت هي في وضعية الجلوس وبدأت في حالة الوقوف، انتقلت إلى حالة الوقوف من الجلوس إلى الوقوف فبتستخدم عضلات البطن فكمان يحدث السلس. بالإرجنسي إنكونتيننس السؤال الأساسي، هل إذا ذهبت إلى الحمام تستطيع الوصول إلى الحمام قبل أن تتبلل؟ غالباً جواب لا، قبل ما يوصل الحمام بيكون تبول أو نزع ثيابه، فهي نسميها الـ urgency incontinence، سلس البول الحاحي، وغالباً ناجم عن التهاب بالمثانة أو اضطراب عصبي في المثانة. طبعاً وقد يكون مترافق مع الـ stress incontinence. الأوفرفلو يورينري إنكونتيننس أو البارادوكسيكال هو سلس البول بالإفاضة ناجم عن امتلاء المثانة فوق حجمها أو فوق طاقتها، فيستمر البول بالتدفق. وغالبا مرضى هو بيراجعوا العيادة البولية بشكاية سلس بولي، غالبا يكون عنده عرض يعني هو يعني عرض
الاوفر فلو يورين انكونتيننس هو عرض لاحتباس مزمن، المريض عنده احتباس مزمن نتيجه ضخامه البروستات وعنده سلس بولي مستمر، فغالبا هو تكون المثانه متعبايه وعم تطفح بشكل مستمر. طبعا مثل ما حكينا هو التنقيط المستمر كان مريض طبيعي، لكن بقصته سابقا ممكن تشوف انه يا مريض سكري او مريضه سكريه، طبعا موجود عند المريضات، مريض سكري يعني عنده اعتلال مثاني سكري بنسميه. وعندي عده مرضى بيراجعوني في الريف الشمالي او بادلب عندهم اوفر فلو انكونتيننس نتيجه داء سكري، فكتير انتبهوا على مرضى الداء السكري في ضبط السكر او مريض ضخامه بروستات مهمل. الانيوريزيس هو بول الفراش، بول الفراش عند الاطفال غالبا يحدث اثناء النوم، الطفل اذا هو صاحي اموره طبيعيه لكن لما ينام يتبول. طبعا هو تعتبر مشكله عند الاطفال وبحاجه تدبير اذا تجاوز عمر 5 سنوات، لكن ممكن يستمر بشكل روتيني الطفل اللي عمره 3 سنوات دون ان نعتبره حالة بول فراش مرضي، إذا تجاوز 5 سنوات فينبغي العلاج. Combined Urgency and Stress Incontinence طبعا الجزء المركب دائما غالبا بيأتي واحد مسيطر والثاني أقل، غالبا مترافقين مع بعضهم، فكتير من النساء لازم نميز بين الأرجنسي والستريس إنكونتيننس ونعالج الارجنسي في البداية، واذا ما استجاب اذا استجاب فممكن يتحسن حتى ستريس انكونتيننس، اذا ما استجاب ممكن نحتاج للجراحة. معظم الحالات اللي حكينا عنها الارجنسي والاوفر فلو وبول فراش حتى المختط علاج غير جراحي. اذا اول نوعين العلاج اتفقنا جراحي غالبا، اما بقية الانواع الاربعة هو علاج غير جراحي. هل وضحت فكرة السلس البولي؟ وإذا جبنا سؤال عن السلس البولي واضحة بالنسبة لكم؟ changes in the gross appearance of urine. في حدا له سؤال؟ تمام حكي مضلتك عارف. تغير في مظهر البول، التغير هو لون البول بيتغير، تمام؟ فسبب الأشعة والإنذار الأشعة وجرس الإنذار بالنسبة للون البول هو الهيماتوريا أو البيلة الدموية. البيلة الدموية هو وجود أكثر من 3 كريات حمراء في الساحة، وعند النساء أكثر من 5 كريات حمراء في الساحة المجهرية، يعتبر بيلة دموية مجهرية. هلا في عنا يعني عدة تصنيفات للبيلة الدموية. البينلس هيماتوريا هي البيلة الدموية غير مؤلمة عند الكبار، غالبا تشير لوجود ورم جهاز بولي. فنحن علامة الإنذار لما بيكون عنا هيماتوريا بيلة دموية وغير مؤلمة فغالبا عند الكبار، ف يعني خلي بالك انه يكون في عند المريض ورم الجهاز البولي مهمل او غير مكتشف او المريض غير مبالي فيه. طبعا في اسباب اخرى للبيلة الدموية، اسباب داخلية وليس ورمية، ازيات في على مستوى الكلية او الانابيب الكلوية لازم كمان ناخذها في عين الاعتبار، وفي اسباب كثيرة اخرى لازم نقيمها اذا كانت مجهرية او غير مجهرية. للاسف احد الزملاء سالنا في الامتحان عم نسأل على البيلة الدموية، فمن ضمنها طلب السي بي سي فاخذنا له صفيحات 20,000، ايش رايك؟ فما بيعرف اذا صفيحات 20,000 هل تسبب بيله دمويه ام لا. طبعا تعرفوا انتم لما بتنزل صفيحات ممكن تسبب نزوف عفويه من اي عضو في الجسم، يعني من ضمنها الجهاز البولي. في تقييم البيله الدمويه، البيله الدمويه تقسم الى عيانيه او مجهريه جروس اور ميكروسكوبيك، بدئيه أو نهائية أو شاملة. البدئية طبعا تكون في بداية التبول وغالبا منشأ أحليلي، النهائية منشأ عنق المثاني ممكن يكون البروستات،
الشامي ليه اي جزء من الجهاز البولي كاورام المثاني او حصيات المثاني او حصيات في الحالب او في الكليه او اورام الكليه بتكون شامله. طبعا هون كمان اذا كان في عندنا خثرات او لا، شكل الخثرات ممكن يدلنا اذا كانت هي من المثاني الخثرات المدوره او الخثرات العاديه، واذا كان شكلها دودي شريطي طويل ممكن يدل على منشا حالبي. طبعا مثل ما حكينا احنا البيلة الدمويه قد تكون مؤلمه او غير مؤلمه. المؤلمه غالبا مترافقه مع حصيات او انتان، بينما غير المؤلمه نخشى من وجود الاورام. طبعا في اسباب كثيره ل what causes of red urine other than blood، اظن بتعرفوها او هذا يمكن لازم يكون درسينه انتم في موضوع التشخيص التفريقي للبول لون البول الأحمر. ممكن يكون نتيجة تناول الأدوية، تناول بعض الأغذية، وجود الميوغلوبين، وجود بعض الأصبغة بسبب اللون الأحمر في البول. من تغيرات المظهر للبول أيضا الكلاودي يورين، البول الغائم أو العكر. البيوريا هو يعني اشع شيء، هو وجود انفكشن في الجهاز البولي بكميه كبيره من الكريات البيض، فبيعمل منظر القيحي للبول، وغالبا بالفحص المجهري نشوف الخلايا القيحيه في البول. الفوسفات يوريا ناجم عن ترسبات الفوسفات بالبول القلوي، وغالبا اثناء اضافه الحمض الخل اسيتيك اسيد للبول اثناء الفحص فبيصفى البول. الاضطرابات المظهر الجهاز البولي التناسلي او اضطرابات الوظيفه الجهاز التناسلي الذكري، من ضمنها نحكي على الميل سيكشوال ديسفانكشن اند امبوتنس، هو الاضطراب الوظيفة الجنسية للذكر أو حالة العناني تسمى بالإمبوتنس العناني، أو المختصر إلى الإريكتايل ديسفانكشن اضطرابات الانتصاب. فالإمبوتنس هو عدم المقدرة على الحفاظ على انتصاب كافي لحدوث أو أثناء الجماع. هذا بالتعريف الامبوتنس العناني هو عدم الحصول على انتصاب كافي اثناء الجماع. بالنسبه للاضطرابات الاخرى اللي بتصير عند الذكر تتضمن نقص الرغبه الجنسيه loss of libido، وغالبا تكون ناجمه عن نقص يا اما اضطراب نفسي او نقص الهرمونات، نقص في الهرمونات، غياب القذف الابسنس اوف ايميجن. طبعا له اسباب كثيره من ضمنها الريتروجريد ايجاكوليشن قذف الراجع، او غياب التعصيب الانباتي خاصه بعد عمليات تجريف عقد خلف البرتوان في اورام الخصيه النقاء الورميه الخصيه، او بعض الادويه اللي ممكن نستخدمها في مرضى البروستات اللي بتعمل ريتروجريد ايجاكوليشن مثل التامسولوزين او ما شبه حصيلات الفا، غياب الرعشه الجنسيه غالبا ناجم عن اضطرابات نفسيه، او القذف الباكر كمان بيكون ناجم عن اضطراب نفسي غالبا بريماتشور ايجاكوليشن نسميه. الاضطرابات الاخرى هو البلادي ايجاكوليت الهيماتوسبيرميا نسميه. الهيماتوسبيرميا يشير إلى وجود دم في السائل المنوي، ومعظم الحالات أو غالب الحالات تكون التهاب لا نوعي في البروستات أو في الحصيلات المنوية، بتسبب هالالتهاب هذا بيسبب لنا تدمي المني. الهيماتوسبيرميا هو تدمي المني. الانتركورس بين أور ميل باريونيا هو الألم أثناء الجماع نتيجة وجود
نعوز مؤلم او وجود داء بيروني، داء بيروني اللي مثل ما حكينا هو تليف مع تزوي في جسم القضيب، او وجود انتان وخاصه حالات السكشوال ترانسميتد ديزيز، انتانات منتقله عن طريق الجنس، او وجود مشاكل اخرى في الجماع. المظاهر من ضمن كمان اضطرابات اضطرابات الجهاز البولي، اضطرابات الجهاز التناسلي عند الذكر، هو وجود اشكاليات المتعلقه في القضيب، وجود افات جلديه على القضيب. طبعا افات جلديه موضوع القرحات اللي ممكن يكون نتيجه اي امراض تناسليه او منتقله عن طريق الجنس، هربس سمبل هربس، او حالات الزهري، او حالات الالتهابات الفطريه او الالتهابات الجرثوميه او الفيروسيه، كله شائع جدا بالنسبه للافات الجلديه. البناي كافيتشر هو انحناء القضيب، انحناء القضيب قد يكون ولادي، قد يكون ولادي في كثير حالات بيكون فيها ولادي ومترافق احيانا مع احليل تحتاني او بدون ما يترافق مع احليل تحتاني او احليل فوقاني، او مجرد انحناء دون وجود احليل تحتاني. في خلقي بيكون في عنده كيرفيتشر في الجسم القديم ويحتاج الى اصلاح قبل سن الزواج بالنسبة، او مترافق مع داء بيروني عند الكبار ويحتاج ايضا الى اصلاح لانه قد يسبب عسر الجماع. يوريترال ديسشارج، المفرزات الاحليليه غالبا ناجمه عن الامراض الزهريه، وقد يكون المفرزات الاحليليه سميكه وغزيره وذات لون اصفر مائل الى الرمادي، وتكون نموذجيه لحاله التهاب الاحليل السيلاني الجونوكوكال يوريثرايتس. قد تكون رقيقه ومائيه، مفرزات تكون مفرزات التهاب احليل لا نوعي نون سبيسيفيك يوريثرايتس، او مدمات بلادي ديسشارج سجشن كارسينوم اوف ذا يوريثرا، ممكن يكون في عنا اورام في الاحليل اذا كانت مدمات، او قد تكون حصات منحشره في الاحليل. النيوماتوريا وجود الغاز في البول يشير الى وجود النواسير البوليه المعويه، فلازم كمان ننتبه للشكايات المتعلقه في التبول الغازي أو وجود غاز، وقد يكون أحد أعراض لإنتان بولي عند مريض سكري بجراثيم منتجة للغاز. سكوتال، الشكايات الصفنية قد تكون نفس الموضوع المشابه للشكايات القضيبية، يعني الآفات الجلدية ومن ضمنها الثآليل. هم كما ما تنسوا موضوع الثآليل، قد تكون ثآليل تناسلية تحتاج إلى معالجة، أو غياب الخصية، أو وجود غياب خصية أو خصية غير نازلة، أو خصية نطاطة ريتكراي التستس، رح نحكي عنهم هود كلهم، أو تورم في الصفن أو كتلة في الصفن. تورم الصفن ممكن يكون نتيجة دوالي حبل المنوي أو قيلة مائية أو التهاب بربخ أو التهاب خصية، أو وجود كتلة سرطانية في الصفن، أو وجود كيسة بربخية. الأعراض الجهازية، طبعا الأعراض الجهازية مختلفة بين إنسان والتاني، لكن بشكل عام الأعراض اللي قد تكون مرافقة للأمراض البولية هي الحرارة والعروقات. طبعا تدل وجود الحرارة والعروقات على وجود إنتان في الجهاز البولي التناسلي، وشائع جدا في التهاب الكلى والحويضة، التهاب البروستات، والتهاب البربخ. عرض عام وشائع، وجوده غالبا دليل على شدة الالتهاب. وجود الحرارة مع فقد الوزن مع الأعياء أو التعب العام هو علامات لا نوعية
ممكن تترافق مع الالتهاب الحاد او المزمن في الجسم، او اعراض لقصور كلوي، او اعراض للخبثات البوليه والتناسليه بوجود نقائل او عدم وجود نقائل، ترافق الاورام مع حراره ونقص وزن وعياء. راح نجي على الفحص، القسم الثاني هو الفحص السريري. خلصنا تقريبا من الاعراض الاساسيه اللي ممكن نسال عنها او يشكي منها المريض، راح نجي على الفحص السريري. طبعا الفحص العام ومثل ما حكينا الاعراض او الشكايات اللي بيشكي منها المريض مع الفحص السريري يعتبر 70% من التشخيص. قادر انت في العياده تشخص، بتحتاج لاشياء بسيطه تؤكد او تنفي التشخيص اللي متوقع او التشخيص التدقيق اللي انت متوقع. طبعا المظهر العام اللي نحن بنسميه، يعني نحن بالتأمل بنشوف المظهر العام للمريض، اذا كان المريض متألم او كان في حالة اكتئاب او اعياء او غير ظاهر بشكل، يعني مريض مبين عليه التعب وانه هو غير صحيح او غير جيد، فممكن يشير الى وجود قصور كلوي، قد تكون احد اعراض القصور الكلوي، او اذا كان مدنف لدرجه كاتشاكسيا، ما اعرف اذا مركزت عليكم الكلمه سابقا بغير اختصاص، كاتشاكسيا هو الدنف او الدنف الورمي غالبا، فبيكون مع مترافقه مع السرطانات المتقدمه الادفانس تيومر، بتكون المريض مدنف بشده. فهذا المظهر العام انت احيانا بتشوف المريض بتقول هذا مريض يرقان، هذا مريض ورم، هذا مريض فقر دم شديد، وهكذا. هذا نسميه المظهر العام او التامل المظهر العام. الكومبلكشن هو لون الجلد قد يكون شاحب نتيجه وجود انيميا، الانيميا قد تكون نتيجه فقر دم يعني، او بيله دمويه نتيجه الانيميا ناجمه عن بيله دمويه او يعني فقد الدم، او سوء تصنع في الدم نتيجه افه كلويه مثل القصور الكلوي. القصور الكلوي يترافق مع فقر الدم بسبب نقص انتاج الارثروبيوتين. الارثروبيوتين الهرمون المولد لتشكل الكريات الحمر ينتج من الكليه، فحين حدوث قصور كلوي ينقص انتاج الارثروبيوتين وينجم عنه فقر الدم. الفيتال داتا العلامات الحيويه البلد بريشر مهم جدا بالنسبه لنا في تقييم مريض البولي، لانه قد يكون احد العلامات الاساسيه لالتهاب الكليه، التهاب الكليه والحويضه المزمن، هو ارتفاع ضغط الدم، او ارتفاع ضغط الدم نتيجه افه كلويه كانسداد او تضييق الشريان الكلوي يسبب ارتفاع بالضغط الشرياني. وجود علامات لنقص الإماهة او التجفاف، كجفاف الفم او اللسان، قد تشير الى قصور كلوي او بوليوريا او دايابيتس، بيله تافهه او تعدد بيلات سكري. وجود عقد لمفاويه متضخمه في الرقبه قد تشير الى انتشار ورمي او عقد لمفاويه ينتقل اليها ورم، قد يكون احد اورام جهاز البولي. طبعا الاعراض او التامل الاخر، التامل العام، قد نشاهد عند المريض جينكوماستيا، يعني تثدي نتيجة اضطراب هرموني أو قصور أقناد أو ما شابه ذلك، أو علاج لأورام البروستات، بعض الأدوية تسبب تورم في الثدي أو تثدي. وجود الإديمة قد يكون مظهر لوجود أورام أو لقصور كلوي، والبدانة قد تسبب، البدانة قد تكون مظهر لداء كوشينج مثلاً، داء كوشينج اللي بيظهر له مظهر خاص، وجود أحد العلامات البدانة، أو تكون البدانة كمان أحد علامات اضطراب هرموني عند المريض. فحص البطن، طبعاً تأمل البطن، بتأمل البطن بنشوف سكارز، إذا في أي ندبات عند المريض لعمليات جراحية، لازم نعرف الندبات، يعني مكان الندبة في الخاصرة، في أوسط البطن، في المنطقة المغبنية أو حول السرة. معظم حالياً العمليات التنظيرية تكون الثقب الأساسي هو حول السرة،
قبل التنظير، فلازم ننتبه اذا المريض كان عامل عمل جراحي او لا، ونساله اذا كان عامل عمل جراحي عن العمل الجراحي اذا كان مرتبط في الجهاز البولي او لا. ديستنشن التمدد وجود اورده ظاهره مثل في مكان محدد على جدار البطن، او في عندي تورم موضع لفتق، فتق اندحاقي او فتق خط ناصف او فتق مغبني، اذا وجود نبض واضح نتيجة وجود أم دم أبهرية مثلا، أو وجود حركات حوية ظاهرة قد تدل على وجود فتق في المنطقة، أو وجود أذيات جلدية كما حكينا قبل شوي. قد يكون داء المنطقة، يشخص يعني بنظرة واحدة على جلد المريض، جزء المريض يكون ممتد داء المنطقة من العمود الفقري إلى منتصف البطن، يتبع عصب واحد لا يتجاوز الخط الناصف أو الخط الأبيض للبطن، فيشخص على أساس داء المنطقة. نفي الأذيات جدار البطن، نطلب من المريض رفع رأسه أو أي مناورات ترفع الضغط داخل البطن، أو نطلب من المريض الوقوف في حالة الوقوف فنلاحظ او مناوره النفخ او فالزلفه، فنلاحظ اي اندحاق او تورم في البطن. ايضا ينبغي فحص العقد المغبنيه اذا كان فيها اي ضخامه قد تشير الى خبثات في الجهاز التناسلي الذكري. بالنسبه لل الجس، جس البطن، يجب أن تكون يدي الفاحص دافئة، فمقبلين حالياً إلى جو شتاء، يفضل دائماً تدفئة اليدين قبل فحص المريض، أنه ممكن يسبب ارتكاس أو دفاع غير مقصود أو إزعاج للمريض غير مقصود، وخاصة إذا كان طفل. طبعا يفضل دائما لبس القفازات اثناء الفحص لتجنب اي عدوى وتجنب اي خصوصيه بالنسبه للمرضى، هو الافضل بالنسبه لكم لبس القفازات حتى لو كانت بلاستيكيه افضل من الفحص دون قفازات. فحص الوجود، فحص المنطقه المؤلمه يؤجل الى لنهايه الفحص، دائما نبدا بالفحص السطحي ثم الفحص العميق، الجس السطحي ثم العميق، نفتش عن أي وجود دفاع أو صلابة أو ألم رجيع rebound tenderness، ونحدد في حال وجود أي كتلة نحدد الحجم والموقع والألم والشكل وسطح منتظم أو غير منتظم وحوافه منتظمة أو لا، وقوامه طري أم قاسي، وهل هي متحركة أم لا، وإذا ما كانت نابضة أو قابلة للقرع. كل هذه العلامات ينبغي تحريها في حال وجود أي كتلة في البطن. طبعا أحد التشخيص التفريقي اللي بنسأل عنه دوما تشخيص تفريقي لكتلة في الخاصرة، differential diagnosis of abdominal masses، فأنا لما بيسأل عن كتلة في الخاصرة وحضرة الطبيب الطالب اللي رح يقول لي انه في سبب كتلة في الخاصرة اليمين او اليسار، يقول لي ورم في الخصية او دوالي في الخصية، فرح تكون علامته الصفر طبعا. صحيح هذا لا؟ يعني انا ياريت انه تجاوبوني اذا حدا سألكم سؤال وقلت له بيسألك على البطن وقلت له انه دوالي في الحبل المنوي، دوالي الحبل المنوي انه تسبب كتلة في الخاصرة، او التهاب في الخصية يسبب كتلة في الخاصرة، أو سرطان المثانة يسبب كتلة في الخاصرة، فأكيد يعني هذا الطالب مو درس تشريح حتى جاي يوصل للسنة الخامسة. فأنا آسف لما تجيني هيك إجابات وبرسب الطبيب يعني في الامتحان، فلا يسألني ليش رسبت، يعني لأنه تكون هيك إجابات عنده. الفحص السريري بالنسبة إلى فحص البطن، نبدأ بالجس النوعي للكلية، ويمكن جس الكلية المتضخمة في اليدين، توضع اليد خلف الكلية في المنطقة
منطقة الخاصرة خلف الكلية، واليد الفاحصة الأخرى على الحافة الضلعية السفلية من الوجه الأمامي للبطن، ونرفع باليد الخلفية الكلية باتجاه جدار البطن، ورأس الأصابع نحاول جس الكلية في رأس الأصابع. قد نستطيع عند مريض نحيف في الطرف الأيمن أن نجس الكلية، لكن في الطرف الأيسر صعب جدا إلا إذا جسناها فمعتها في تضخم في الكلية أو كلية هابطة أو ما شابه ذلك، صعب جدا إذا ما كان في ماس عندنا في الكلية أن تجس، طبعا ماس أو استسقاء أو تضخم بالكلية لسبب ما. أي تضخم مثل ما حكينا في الكلية فبقى راح يرفع، يعني راح يخلينا نجس نحن الكلية في هذه المنطقة. وجود ألم في الكلية ممكن يكون بسبب وجود استسقاء أو التهاب الكلية، ودائما نحن لما بنعمل جس أو نهز كلوي، جس كلوي أو النهز الكلوي لازم بيرفق، لأنه الألم الكلوي ألم مزعج جدا ما سبب إزعاج للمريض. بالنسبة لجس المثاني صعب جدا جس المثاني الفارغة، لكن ممكن جس المثاني يعني عند مريض لديه احتباس بولي حاد أو مزمن ممكن جسة. بالنسبة للقرأ طبعا القرأ ممكن يميزنا الحبن السايتس بالشيفتينج دولنس بأصمية المتنقلة عن الأصمية الثابتة في في ضخامة المثان، بمعنى الاحتباس البولي يكون موقعه ثابت أسفل السرة باتجاه العاني. بالنسبة للسماع الأسكوليشن ممكن نسمع فقط موضوع النفخة تبع الشريان الكلوي إذا كان فيه تضيق أعلى وأعلى من السرة ب 2 سنتي باتجاه الأيسر أو الأيمن، ويكون المريض في حالة الوقوف. بالنسبة لفحص الصفن بالنسبة للفحص بداية نفحص فحص القضيب التأمل والجس، نبدأ بالقلفة لنفي وجود الفيموزز أو البرا فيموزز. ومثل ما حكينا موضوع الفيموزز هو تضيق القلفة الأمامي، والبرا فيموزز هو تضيق القلفة الخلفي. وإذا في وجود عندي هايبوسبيديا أو إبسبيديا أحيل تحتاني أو فوقاني يظهر بفحص القضيب. الحشفة إذا فيها أي تشوهات أو مشاكل أو آفات جلدية، وسكن الجلد هو مظهر وجود قرحات أو اندفاعات أو وجود مفرزات إحليلية. بالنسبة لفحص الصفن التأمل، إذا في أي آفة جلدية على الصفن ممكن نشوفها، هي ثقاليل تناسلية أو قرحات أو اندفاعات جلدية، وكذلك الجس الخصية وجس البربخ وجس الأسهر الفاز ديفرنس، جس مهم جدا طبعا بجس الخصية لتمييز إذا في أي قساوة أو كتلة أو شيء غير طبيعي، جس البربخ لوجود أيضا أي ضخامة غير طبيعية أو كيسة أو مضض، وجس الأسهر لتأكيد وجود الأسهر بالطرفين. أحد أسباب العقم هو غياب الأسهر بالطرفين bilateral vas difference absence، فهو غياب الأسهر ثنائي الطرف قد يكون أحد أسباب العقم. طبعا بالنسبة لتحديد وجود أي تورم في الصفن لازم نتأكد أنه هذا الورم هذا محصور في الصفن أم ممتد بين الصفن والمنطقة المغبنية inguinous crotal swelling. طبعاً بالفحص لما بنفحص نحن الصفن لازم نتأكد إنه هل أستطيع أن أحاوط التورم أعلى التورم، يعني إذا كنت أقدر أحاوط أعلى التورم فمعناتها الكتلة أو التورم محصور فقط في الصفن وليس ممتد إلى المغبن. هل
الكتله اللي يعمل جسه او الترم اللي يعمل شوفه هو قاسي ام كيسي، يعني ذو قوام كتله ام شكله كيسي او قوامه كيسي. اذا كان في عندي قيله مائيه هيدروسيل او باريكوسيل او ابيديديمال سيست، قيله بربخيه او كيسه بربخيه، طبعا ممكن الفحص بالطريقه الشفويه ترانسلوسنسي وزي التورش لتحديد اذا كان عندي الماس الموجوده او الترم الموجود هل هو كيسي ام صلب. طبعا اذا صلب هو معناته كتله في الخصيه. طبعا التشخيص التفريقي لتورم في الصفن، نحن قبل شوي حكينا عن الالم الحاد في الصفن، وهلا بنحكي على التورم، التورم الصفن هل هو مرتبط في الخصيه ام لا. إذا كان مرتبط بالخصية وقاسي أو ذو قوام كتلي فهو ورم خصية. إذا طبعا غير شفوف للضوء. إذا كان كيسي وهو شفوف للضوء هو قيلة مائية أو كيسة بربخية كبيرة الحجم. لو كانت مفصولة عن الخصية أحيانا صعب التمييز. إذا كانت مفصولة عن الخصية، إذا كانت سوليد يعني كتلية وغير نفوذ للضوء هو يكون ضخامة التهاب بربخ مزمن، وإذا كانت كيسية ونافذ الضوء تكون كيسة بربخية، وقد تكون أيضا وعائية هي الفاريكوسيل. أحد أسباب تضخم الصفن هو وجود الكتلة العجينية من الأوعية اللي هي دوالي الحبل المنوي. نوصل لهون للريكتال اكزام. طبعا الريكتال اكزامينيشن هو فحص مهم جدا لكل مرضى المرضى البوليه، مهم لانه في له يعني معطيات كثيره. وطبعا الريكتال اكزام معروف او نسميه بيركتوم بي ار او الدي ار اي ديجيتال ريكتال اكزامينيشن. حدا ما سمع فيهم من قبل؟ حدا منكم ما سمع فيهم من قبل؟ بسأل سؤال، هل حدا ما سمع بالريكتال اكزامينيشن او البي ار او الدي ار اي؟ تمام حكينا سمعنا فيه بس اختصار البي ار ما سمعتوا فيه ما سمعتوا فيه هو البي ار نعم اختصار البي ار يعني ما كنا نعرف شو ترجمته الانجليزي والله بيركتوم. طبعا يعني مو خطا عليكم بس خطا انه انتم توصلوا للسنه السادسه وما تعرفوا شو هو البي ار او الدي ار اي ديجيتال ريكتال اكزامينيشن او ريكتال اكزامينيشن، كلهم معنى واحد بكل المشافي. لما بيطلب منك طبيب تعمل بي ار للمريض فمعناتها بالريكتوم يعمل له فحص شرجاني. تمام، مو معقول تجي على فحص التخرج وحدا يسالك شو هو البي ار ما تعرفه. هاي طبعا احد اسباب رسوب بعض زملائكم في امتحان التخرج. فعم نبهكم يعني طبعا انتم ما بعرف اذا ملاحظين اسئله الامتحان تكون بسيطه، وهي يعني بالنسبه لنا الالف ب، الالف ب تبع طلاب طب او لما كنا طلاب طب هي بالنسبه لنا الالف ب يعني. بس ما دخلنا في العمق لنحكي على الاسئله العميقه، للاسف حتى الاسئله البسيطه هي الالف ب في طلاب ما حضرانينا او ما سمعين فيه يعني. فحضور المحاضرات هذا الشيء يعود لكم بالنفع ان شاء الله، وبالنسبه لنا سنؤدي الامانه بغض النظر عن نسبه الحضور يعني، لكن دائما الامتحان هو الفيصل في معرفه الطالب الشاطر من الطالب غير الشاطر. بالنسبه للفحص الشرجي هو يجرى لجس البروستات ولفحص القناه الشرجيه وتقييم اي افات شرجيه عند المريض. طبعا الوضعيات، الوضعيه المثلى هي في وضعيه السجود، يعني وضعيه الكب مع ثني الركبتين باتجاه صدر المريض، فهي وضعيه السجود هي قد تكون افضل بالنسبه للمريض. او وضعيه الاضجاع الجانبي مع ثني ركبتين باتجاه الصدر ايضا الايسر، فممكن يكون بشكل جانبي اذا المريض ما استطاع وضعيه السجود. نفتش اول شيء بعد ابعاد الردفين عن منطقه الشرج، نفتش عن وجود اي افات شرجيه. ضروري جدا تقييم الافات الشرجيه قبل البدء بموضوع الفحص. قد يكون عند المريض بواسير، قد يكون بواسير نازفه، قد يكون عنده شق شرجي، عنده اي افات او سحجات او سلس برازي حتى، ممكن تميزه هذا كله من خلال الفحص الاولي او التامل الشرج
فتحه الشرجه. طبعا اول ما ندخل اصبعنا بعد طبعا لبس القفاز والمزلق لازم نشعر بالانالتون، الانالتون هو المقويه الشرجيه لانه تعطينا دلاله على قوه المقويه المعصره الخارجيه للاحليل. طبعا ممكن جس البروستات، حجم البروستات، قوام البروستات، وجود الثلم المتوسط للبروستات، وجود اي مضض في البروستات، واحيانا قد نجس قاعه المثانه في حال الامتلاء. كل هاي معطيات مهمه وغزيره جدا ممكن يعطينا اياها فحص البي ار عن البروستات وعن الشرج والقناه الشرجيه والمعصره الشرجيه، واذا وجود اي قساوه او اختلاف او وجود عقد في غدة البروستات قد يشير إلى وجود سرطان بروستات. طبعا سرطان بروستات هو الأشعة عند الذكور، للأسف في إحصائيات فتشنا عنها في المحرر بالنسبة لسرطان بروستات يعتبر سرطان مثاني في الجهاز البولي هو الأشعة في بلادنا بسبب نقص تشخيص سرطان بروستات الأشعة عالميا عند الذكر. طبعا الفحص المشترك بالجس، الفحص الثنائي اليدين المشترك بالجس، فحص الشرجي او المهبل المشترك بالجس عند الذكر، فحص الشرجي المشترك بالجس يفضل اجراءه تحت التخدير لتقييم وضع وجود اي اورام غير متحركه او صلبه في المثانه او في منطقه الحوض، قد يلغي العمل الجراحي وجود نسميه الفروزن بلفيس الحوض المتجمد او المجمد، وجود يشير الى وجود انتقالات وانتشارات للورم مثبته للحوض لاعضاء الحوض، فهذا بفيدنا في تقدير حجم الورم وحركيه الورم عن الانسجه المحيطه. اما عند الاناث فيجرى مس مهبلي مع فحص للبطن فوق العاني لتقدير وجود كتل الرحم والمثانه بنفس الوقت. تقريبا المحاضره خلصت، راح نعطيكم امثله سريريه. هذا الطفل عمره 10 اشهر، جاني من منطقه الباب في يوم جمعه الساعه 10:30، كان يقذف بين المشافي لعدم وجود طبقي محوري في الريف الشمالي مع محقن آلي، فطلب مني فني الأشعة إنه شو الطريقة اللي راح نصوره نسبة إنه هالكتلة هاي ورم كلي عند طفل. شايفين هاي أصابعي أنا، شايفين حدود الورم أو الكتلة، أنا محيط حاليا في الكتلة، كتلة ملساء تتجاوز الخط الناصف، كتلة في الطرف الأيسر لخاصرة المريض اليسرى، تتجاوز الخط الناصف وتتجاوز إلى أسفل السرة. هذا ورم كلية طرف أيسر، ورم ويلمز عند طفل 10 شهور. طبعا للأسف مر عند أحد أطباء البولية وشافوه عنده أعراض هضمية الطفل، وللأسف هذا الطفل تم إجراء تثبيت خصية هاجرة عنده ودون أي فحص للبطن. طبعا الطفل ذكر ووحيد لثلاث بنات، وفضل رب العالمين تم إجراء العملية، شفته 10:30 الساعة 5 بعد الظهر كان أجرينا له العملية، وإن شاء الله ببحث ورم ملمز بنفرجيكم كتلة الورم. فموضوع الفحص السريري كتير مهم جدا، يعني أخذ القصة من الأهل عند الطفل أو من المريض، والفحص الصحيح للمريض فحص الكامل هو يعطيك يعني قد تكشف الأورام في بدايتها أو تكشف أمراض يعني بغير الشكاية الأساسية اللي جاي فيها المريض أو تكشف عن سبب الشكاية اللي جاي فيها المريض. عم نحكي على البيلة الدموية، هاي البيلة الدموية شايفينها واضحة، فتشت في عندي صورة بس للأسف ما لحقت طلعة، في صورة عن شكل الخثرة الحالب، الخثرة في الحالب فينا شكل إن شاء الله حاول أفرجيكم إياها في دروس لاحقة إن شاء الله. هاي البيلة الدموية العيانية واضحة بالنسبة لكم، المجهرية لا ترى إلا بالمجهر. هذا الشيء اللي عم نحكي عنه، شايفين اللون هاد واضح؟ إيش بتوقعوا هاد؟ سؤال لكم. بيلة قيحية. نعم، بيلة قيحية، من أين هذا؟
انترنت مثلا مريضة حامل 20 أسبوع كلية وحيدة خضاب أظن 7 خضابة 7 كرياتينين 8 وكلية وحيدة وتقيح كلية وحيدة. هاي حطينا نيفروستومي حطينا قصرة عبر الجلد في الكلية بشكل مباشر وهذا لتر ونص أول ما طلعت شي لتر ونص قيح صريح وواضح. السبب العلاجات الخاطئة والمريضة لم تقيم بشكل صحيح وربما تعالج أطب... تراجع أطباء عامين وتأخذ من الأنتيبيوتيك يعني مثل ما يقولوا للأسف يعني يعني شيء مؤسف جدا يعني يعني أظن بأدغال أفريقيا ما بنلاحظ هذا الشيء. قيح لتر ونص من القيح داخل كلية وحيدة ومريضة داخلة في فقر دم وقصور كلوي نتيجة إهمال علاج إنتان. طبعا السبب الرئيسي هو الحصيات المهملة حصيات تهمل حتى تسبب انسداد وتخرب بالكلية وبعد ذلك يعني المرضى بس يعني لحق يعني انه يعني للأسف يعني هاي الأشياء اللي بنشوفها ببلدنا أشياء كارثية جدا. أسباب رئيسية منها هو تخلف الواقع الطبي اللي بنعيشه وإهمال المرضى وصعوبة الحياة اللي بنعيشها كلياتنا. هاي اللي بنحكي عنه الكتل، شايفين الكتلة هاي؟ حدا ما شاف البطن؟ هاي كمان بالطرف الأيسر. للأسف يعني هؤلاء المرضى بيعدوا كتير أطباء وللأسف ما بيتم تشخيصهم وتم تشخيصهم في المراحل المتقدمة جدا. نحن عم نحكي عن موضوع القصة السريرية والفحص السريري ولا تستعجلوا أكثر من هيك. يعني ما بدأي أنتوا كطلاب طب وراح تخرجوا أطباء عامين صدقوني إذا أتقنتوا القصة السريرية بشكل صحيح والفحص السريري بشكل صحيح وحضرتوا قدرتوا تعملوا محاكمة صحيحة محاكمة عقلية والمحاكمة العقلية تستند إلى معلومات عندكم معلومات عن الأمراض بشكل عام معلومات عامة وطريقة صحيحة في التواصل مع المريض التواصل مع المريض والسماع الفعال لشكوى المريض وتوجيه الأسئلة نحو الأعراض الرئيسية لكل مرض وأنت أثناء من التأمل دخول المريض عليك بالتعرف المريض عليك وتعريفك بنفسك للمريض وأخذ القصة من المريض فأنت بيكون المحاكمة تبعك شغالة بشكل آلي أوتوماتيكي تكون شغالة وأنت بتسأل المريض أو بيحكي لك المريض أبين في هذا السبب أبين في هذا السبب لا هذا السبب ممكن يكون وارد أو محتمل. فأنا بشغل عقلي طول فترة مقابلة المريض أو اللقاء مع المريض بأخذ القصة وبالفحص السريري حتى يتبقى من 100 تشخيص تفريقي لشكاية فرضا تعدد بيلات يعني وسألنا عنه في الامتحان للأسف حتى تعدد البيلات في ناس ما عارفوا يجاوبوا يعني سؤال بسيط جدا ممكن تبلش فيه. أنا بيهمني لما بامتحنك يكون عندك تفكير منطقي وبتنتقل بشكل منطقي. لما أنا بعطيك مريض عمره 10 سنوات غير لما بعطيك مريض عمره 50 سنة غير لما بعطيك مريض عمره 80 سنة غير لما بعطيك مريض عمره سنتين فكل فئة عمرية غير لما بعطيك مريض ذكر أو مريض أنثى كل فئة عمرية وكل جنس فيه له أمراض خاصة فيه وشائعة. غالبا نسأل عن الشائع وعن التفكير المنطقي أو المحاكمة المنطقية لمقاربتك للمريض وتوجهك للمريض. يعني أنا لما بيسألك عن مريض مسن عنده بيلة دموية أو عنده تعدد بيلات ليلي فلازم أنت تكون توجهك واضح. هل عنده مريض تعدد البيلات؟ هل لديه داء سكري أم لا؟ هل لديه قصور قلب؟ هل لديه وزمات؟ هل لديه بيلة فيها سابقا؟ هل يشكي من أي أعراض لا علاقة في تضخم البروستات؟ كمرض شائع تضخم البروستات عند المسنين فممكن أسأل عن أعراض ضخامة البروستات وهن مجموعين جامع لهم إياها باختصار بداية الأحرف تبع فن وايس. للأسف يعني حتى هاي الأشياء المقاربات البسيطة مريض لديه بيلة دموية صفيحات 20 ألف
بإيش بتفكر. سألنا أسئلة بسيطة للأسف يعني كانت صادمة بالنسبة لنا. أجوت بعض الطلاب لدرجة أنه يمكن ما هو شايف ولا مريض يعني، وسيتخرج طبيب ويعني ما بعرف كيف سيعالج المريض، هل يمكن معالجة المريض عبر الإنترنت أو عبر الكتاب النظري؟ طبعاً نحن بنحكي أنه الفحص الدقيق للمريض حتى ما تكون نتيجة كالصورة التالية. هاي الصورة شايفين الكتلة تحت؟ شايفين الكتلة؟ كتلة كبيرة جداً جداً، كتلة سرطانية، الكتلة كاملاً ورم كلية كبير جداً يشغل أكثر من نصف البطن. فالقصد نحن لما بيكون في إهمال في عند المريض وعند الطبيب نصل لحالات المتقدمة من الأورام من الأمراض الغير قابلة للعلاج بسبب إهمال طبي من المريض وإهمال طبي من الأطباء المعالجين. فنحن إن شاء الله نريد نعلمكم أشياء ما يكون في يوم من الأيام تقصير من طرفكم. يعني لما يجي مريض ومريض عندك شك ورم، هذا أكيد لازم يراجع أخصائي لتدبر الأمر يعني باكرا ما أمكن. ما يجي المريض ويحاول يعني يلتف حول مرضه. في عندي حاليا 2 أو 3 مرضى سرطان غايبين أو هربانين خوفا من موضوع الأفكار القديمة أو أفكار إذا كان الورم ذكر أو أنثى ما شابه ذلك. يعني أفكار يعني للأسف بادية جدا يعني وأهمال شديد يعني من ناحية. وقبل قليل جاني اتصال من أحد زملائنا موجود بأمريكا عن مريض شايفه أنا من شهرين، شايفه وقال له متأخر جدا عن نفسك، مريض لديه ورم مثاني درجة متقدمة غازي للعضلات T2 بحاجة لاستئصال مثاني جذري، مريض سكري، مريض مهمل جدا، جرف شيء 5-6 مرات في البلد هون، وتحول من أول تجريف بالشهر الثاني تحول لتركيا، وقرر له استئصال مثاني جذري ورفض المريض، والمريض يفتش عن طبيب يثبت له بعدم وجود الورم عنده. طبعا المريض حاليا قصور كلوي انسدادي بالطرفين، انسداد الحالب بالطرفين نتيجة الورم الغازي المتقدم، وأظن يعني حتى فاتته فرصة الشفاء بسبب يعني الأفكار الخاطئة ومراوغة المريض ومحاولة الأطباء مجاراة رغبة المريض في عدم الإفصاح عن أنه هذا المرض خبيث جدا. في له طريقين للعلاج، إما استئصال مثاني الجذري أو العلاج الشعاعي، لكن أن تساير المريض في أمراض خطيرة فهي مشكلة كبيرة تسبب يعني بكوارث على المريض وعلى الطبيب لاحقا يعني. فنحن نتمنى منكم جميعا الاهتمام في موضوع السريري، موضوع المحاضرات. بالنسبة لمحاضراتي كلها راح تكون أشياء عملية تشوفوها أنتم في حياتكم العملية، بركز على كل شيء ممكن تتعلموه والنقص اللي السريري اللي موجود عندكم بحاول تلافاه. بإضافة إلى موضوع المحاضرات أو الاستاج السريري موجود بنشر المحافظة يوم الجمعة ويوم السبت إن شاء الله بشكل دوري إن شاء الله. هاي المحاضرة إن شاء الله حاول الأسبوع القادم إن كنت موجود يعني في الداخل إن شاء الله تكون محاضرة فيزيائية يعني. عذرا على الإطالة، أظن يعني نحن ساعتين تقريبا يعني مع الوقت المستقطع لموضوع الدخول على الإنترنت كان في مشكلة في أظن في الجهاز عندي. إن شاء الله إذا اضطرينا لمرة لاحقة